أعيد فتح اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وأنت يعني صانعها، ما هي القضايا التي يمكن أن تفكر في إلغائها أو تفكر في تعديلها أو تفكر في إضافتها؟ والله ما يعني أجاوبك بصراحة ما في، لأنني أعتقد أننا الشيء اللي إحنا إنا كأردن أخذناه آخذا بعين الاعتبار أنه إحنا لم نكن دولة منتصرة وليست دولة قوية.